مرحبا بكم معايا في وصفه اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الحلوه سهله بدون فرن بدون مجهود. كنحتاجوا فيها البسكوي والكاوكاو محمر مطحون. بالنسبه للبسكوي غادي نحتاجوا 125 غرام ديال البسكوي. انا استعملت هذا ديال درهم، خديت 3 وكاوكاو 250 غرام ديال الكاوكاو محمر ومطحون. غادي نحتاج الحليب مكثف المحلى وغادي نحتاج الشكلاط. غندوزو على بركة الله باش نجمعو هاد الحليوة ديالتنا. غنضيفو البسكوي على الكاوكاو، نخلطو كلشي. وغادي نبدا نضيف الحليب المكثف بشويه بشويه حتى نحصل على عجينه تقدروا تجمعوه حتى بالكراميل او تقدروا تجمعوه بالشوكولاته ديال الدهن اللي متوفر عندكم. في هذه المرحلة أنا غنستعمل إيديا غادي نجمع كل شيء مزيان. شوفوا العجينة هاهي تجمعات. غادي ندوزو دابا باش نشكلو كويرات. بالنسبة للكويرات دائما كيبقى لكم الاختيار في الحجم ديالهم، انا غنديرهم بهذا الحجم. غادي نكمل الكمية كلها اللي عندي ونرجع معكم. هنا انا ذوبت الشكلاط، غادي نبدا نختص الكويرات ديالي في الشكلاط بهذا الشكل. بالنسبة للتزيين هنا كتقدروا تزينوا باش ما بغيتوا. انا عندي الفيلي ديال الكاوكاو غادي نزين به، تقدروا تزينوا بشعرية ديال الشكلاط او لا بخطوط شكلاط بيضاء. ومن بعد غادي نديرهم في الكيسات بهذا الشكل. غادي نكمل الكمية كلها ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوة ديالتنا. انا شكل زينتو بشكلاط بيض، هذا كيتباع عند اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات. وشكل زينتو بالفيتين وشكل بالكاوكاو. ويعجبكم الفيديو ما تنساوش جيم، والى اللقاء فيديو مقبل ان شاء الله.